بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. أردت أن أقدم لكم فتاوى العلماء الكبار حول موضوع تحليل الشخصيات. فهناك من يحلل الشخصية عن طريق الخط وعن طريق الصورة وعن طريق بعض الأمور مثل شهادة الازدياد والاسم وهذه الأمور، ويدخلها في باب الفراسة، وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن علم الفراسة، وسنتكلم عن علم الفراسة بالتفصيل. فنحن الآن نقدم لكم فتاوى العلماء في مسألة تحليل الشخصيات، فانظروا واسمعوا إلى أقوال العلماء ماذا قالوا في هذا العلم الذي هو الآن منتشر بقوة في الساحة في اليوتيوب وفي التيك توك، وهو في الحقيقة كما قال الكثير من العلماء شعوذة ودجل، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال كلام لا أصل له، ومنهم من قال سحر. وستسمعون فتاوى العلماء بأنفسكم وتتأكدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بفتوى الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. ظهر مؤخرا ما يسمى بتحليل الشخصية عن طريق معرفة الاسم أو النظر في الخط، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشعوذات والتخرص، وهو يدخل في أعمال ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب يتخذون له وسائل، يزعمون أنهم يتوصلون بها إلى علم المغيبات والأسرار وغير ذلك، وهذه لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها لأنها من الخرافات. نعم، أحسن الله إليكم.